طيب ناخد البوست اللي بعده. أنا ابن وحيد لأم ضحت بكل حاجة عشان ابنها بعد ما أبويا طلقها وسابنا. لما جيت أتجوز البنت قلت لها أمي مريضة وكان اتفاقي معاها إن هي تعيش معانا. أمي للأسف جالها زهايمر ومراتي مش مستحملاها وعاوزاني أجيب حد يقعد معاها وإحنا ناخد شقة تانية أو أدخلها دار مسنين. مراتي حامل وسابت البيت وأنا مش هقدر أعمل كده مع أمي، وفي نفس الوقت أنا هتحرم من ابني ومش عايز أشوف ابني يكبر بعيد عني، أعمل إيه؟ دي ما فيهاش تفكير يعني. الأم طبعا الأول، بعدين لما يجي وقتها ربنا يديها طولة العمر أيا كان، يبقى ساعتها بقى يدور على ابنه ومراته ويحاول إنه يسيب حبل الود يعني. صح يعني، بس أمك ما يقدرش بعد كده أي حد. لا صلح حتى ابنه.